السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله ما اطولش عليكم في هذا الفيديو. بون، هذا اللي ما يلحقني البارح الحمد لله. لا بليبار ديال الناس يحوسوا على هذا الايميل اللي يلحقهم، دونك ماشي حاجه كبيره، ماشي حاجه صعيبه. كتبها ربي، جات ما كتبهاش معليش. كاين دي بلاتفورم واحد اخرين تقدروا تخدموا عليهم، ماشي امازون. هو امازون راه حاب يدوميني كامل الماركت والديجيتال ماركت الور نتوما كاينين دي بلاتفورم واحد اخرين عندهم ناسهم وترافيك ديالهم مليح تقدروا تخدموا عليهم مالغري كو امازون هو لو ميور. اوكي، ليتس جيت تو ذا كيك. قبل ما نبدا كاينه حاجه لازم تعرفوها. ما حبيت ندخل لكم نعاود ندير لكم لا دوموند، مي ما نقدرش، لازم ما نكونش ماكسيبتي باش تخرجي هذيك الفورم. الور رحت حوست على الفورم هذيك ولقيتها هاي ليك. كما راكم تشوفوا واش عندك. Please tell us a little more about your company. واش معناتها؟ المعنى انهم هنا راهم يحوسوا على معلومات حقيقيه، معلومات تثبت هذا الانسان بلي هذا الانسان كي راح يدخل عندهم راح يقدم ويزيد في الامازون في المبيعات، ولا يعني راح يجيب حيدير حاجه في امازون. واش يعني حيدخل؟ ما حيدير والو. الحاجه اللي بالك كاين امرين اللي بالك خلاو هذا الشيء يسرى انهم يقبلوني. الامر الاول اللي هو الويب سايت اللي حطيته هو الحساب تاع الفيسبوك، بيرسونال فيسبوك. والفيسبوك ديالي فيه كاع السكيلز اللي دست عليهم ولا الحاجات اللي خدمتهم، منهم خدمت في بيبل بير اور، مواقع الخدمات، وعندي بزاف تما امور يقدروا يخليوهم يقبلوني ويشوفوا بلي ام اوثنتيك بيرسون. دونك معنى باليش داك شي واحد فيكم دار هاد التريك، ماشي حط البورتفوليو ديالو، باسكو كاين تقدر تحط البورتفوليو ديالك الديزاينز ديالك. هادي ننصح بها الناس اللي هم حابين يبداو وما عرفوش كيفاش. يقول لك انا ما عنديش ويب سايت، ماشي معناتها ويب سايت معناتها لازم عندك برودكتس ولا عندك ستور. مالغري كو عندي شوبيفاي مي مازال ما لونسيت فيه، ما حطيتش ستور ديالي، نو حطيت البيرسونال فيسبوك ديالي. دونك البيرسونال فيسبوك فيه كاع المعلومات ديالي وفيه يعني الفولورز بزاف، تما الناس متبعيني في فيسبوك. دونك بابل هادي كانت عامل خلاهم يقبلوا يديروا الابروفمنت. هذا ثالث دوموند اللي درتها. اوكي، يعني ذا ثيرد وان باش قبلوها الحمد لله. يقول لك الاولى ما صدقتش، الثانيه ما صدقتش، الثالثه صدقت الحمد لله. الزهر في نقولوا 20%، ندير 20% زهر، 50% البروفيل ديالك، 30% والله ما على بالي نحب نحطها 30% هذيك. قلنا 20% زهر باسكو ما نحبش نمد الحاجه الزهر بزاف، باسكو اذا حاجه كتبها لك ربي هذيك هي ماكش راح تبدلها. 30% هذيك والله ما على بالي نديرها لكم في الاديشنال انفورميشن. اوكي، في هذاك التكست اللي كنا تحت تكتبوا لا بليبار ديالكم يقول لك هذاك لو تكست، لو تكست هذاك كيفاش كتبتوه، هو ما فيه ني سكري ني والو. ذير از نو سيكريت جايز، ذير از نو سيكريت، يو هاف تو بيليف ان ذات. اذا امنت بلي ما كانش سر، هي في الحقيقه ما كانش سر. اذا قلت لكم كاين سر معناتها راني نكذب عليكم. اذا قلت لكم ما كانش سر مانيش نكذب عليكم، وهي السر انكم ما تكذبوش خوتي، ما تكذبوش. باغ اكزومبل في الدوموند الاولى انت تجي تحط لهم اب ديفلوبر، ومن بعد في الدوموند الثانيه تحط لهم براند، ومن بعد لا دوموند الثالثه تحط لهم سمول بيزنس. واش معناتها؟ معناتها كتسيفي زهرك سي صح، ماشي معناتها انت هذاك هو انت وراك تسيي يقبلوك باش تخدم، راك محروق على الخدمه عندهم باش تخدم. نو no. تما انت شغلك دير دوموند راك تسيي في زهرك سي صح. نون سولمون كو كاينه حاجه واحده اخرى لازم تاخذوها بعين الاعتبار اللي هي الادريس ماك ديالكم والاي بي ادريس. الاي بي ادريس والادريس ماك ديروا مليح في بالكم بلي الايميل ديالكم كي يروح راح يتليست هنا اي بي ادريس ماك ادريس واللوكيشن. دوك انت دوك تقول لي انا مد لصاحبي يدير لي يسي يدير لي دوموند بالك ان شاء الله يقبلوني، نبدل ادريس اي بي ادريس ماك. اذا انت ما ديتيرميناولكش، ماشي كان عند انسان، انت ما عندكش كونت وغلقوه لك. هادي نقول لك هنا يلزم تبدل البيسي وعاود دير دوموند ان شاء الله يقبلك.
صح انت راك شغل انت ما قبلوكش عادي، شغل حاجة عادية قادرة داك الانسان. نقولوا دوكا امازون انا انسانة وهما ناس تاني تعيبات كما انا، نحس وعندي مود، هما تاني عندهم المود ديالهم كل مرة كيفاش يكون. نقولوا دوكا انا اليوم انا مقلقة، صرا لي بروبلام في البنكة ولا صرا لي بروبلام في الدار، وجيت نخدم وجيت نخدم وشفتها كا اورغانيزيشن مالغري كو هادو نورمالمون يخدم الناس على نورمالمون باردوني لساني درها بيا مالغري كو كاين بعض الاوقات انه الخدمه تقعد خدمه، ما تقدرش تدخل حياتك الشخصيه في خدمه، لكن الحياه الشخصيه راح تلعب على المود تاع الانسان كيفاش راح يرياجي. دوكا تجي دوكا واحد يكتب لك هنا سمول بيزنس، وهنا تلقى جورنال، تلقى كلمه معوجه، كلمه في عود ما دير يس درنا، فهمتوني؟ دونك يلزم تكونوا بسطاء في الحاجه اللي كوح ديروها. اوكي اندستري تايب خيرو سمول بيزنس ولا نوفلتي تي شيرت بيزنس، هادي واش ديروا نوفلتي تي شيرت بيزنس ولا سمول بيزنس، وحطوا الاورغانيزيشن نيم ديالكم. الويب سايت انا درت ديالي، درت ديال فيسبوك كما قلت لكم. اذا عندكم بورتفوليو ديروا البورتفوليو ديالكم. الاديشنال انفورميشن راح نقول لكم اديشنال انفورميشن، راكم تشوفوا بلي هنا صغيره، هنا يتكتب لاين واحد ميم با لاين واحد، هنا نقولوا 1 2 3 lines ماكسيمم. واش نديروا؟ انا درت لكم مثال على الرساله اللي تقدروا تكتبوها. دوك انتوما واش حديروا؟ حديروا كوبي كولي، وهذه اكبر غلطه تعملوها في حياتكم. ما تكوبيوش وتقولي خوتي حديروا لنا كيما تاع العيد، كوبي كولي، ابعت يا ناس. ويرز يور برينت؟ وين راهي المبخت تاعك؟ وير از يور برينت ان ذات؟ يو نيد تو بي كرييتيف، يو نيد تو بي يور سيلف. لازم تكونوا نتوما كاسيا. كنت تلقاو واحد اخرى، واش هي الحاجه اللي تختلف بها اسيا على طفله واحد اخرى؟ كاينين حاجات اللي حين يبينوا باللي انت هو لي ايدنتيفيوك، دي ايدنتيفاي يو. سو يلزم تكتبوها بيدكم وتكتبوها بقلبكم وما تكذبوش. الله يرضى عليكم ما تكذبوش. اوكي ماي نيم از مالي اسيا نورا الهدى، اي ام 26 years old based in Algeria. I work on KDP as cover book designer and other POD platforms, and I am willing to share my abilities in merch ولا my work ولا to improve myself. ما عمباليش المهم you choose some words. Regards اسيا ولا ما عمباليش your name. اوكي اكو تشوفوا هنايا كاينين البدايه راهي ام كبيره capital letter. My name is Molly Asiano Lhudak. تشوفوا بلي اسمي راهو اون كابيتال. I am 26 years old. لك تشوفوا الفواصل، لك تشوفوا النقطه، واكو تشوفوا هذه كي دي بي راهي اونتري غيومي، اكو تشوفوا ميرج اونتري غيومي تانيت. والكي دي بي الكلمه هذيك راني كاتبتها اون كابيتال، ميرج راني كاتبه ام كابيتال ليتر. وكاينه حاجه ما تحكيو لهمش حياتكم خوتي، انا كي دي بي حطيتها باسكو عبالي بلي كي دي بي تاعهم تاع امازون شغل يقول لك يا هذه انسانه. ومن بعد واش يديروا كابابل هذاك لي ابروفالي، راح ضرب الكي دي بي لقاني انسانه صح راني نخدم لهم واني نبوستولي عندهم، شاف بلي صح راني ندير ديزاينز. قلت لكم ما تكذبوش، هذا مكان، هذا هو دواء السر اللي نتوما كتشوفوا فيه السر، وانا ما نشوف فيه السر، راني نشوف فيه حقيقه امر واقعي. ما قبلوكمش قبلوكم اللهم بارك توكلوا على ربي بداو تخدموا. ما قبلوكمش كاين دي بلاتفورم واحد اخرين، هذه اللي راني نشوف فيها انايا. صح امازون نمبر 1 بصح يلزم تلقاو البديل، يلزم alternative، لازم تلقاو alternative كاينين. نصيحه انكم تكتبوا ان تكست مسقم، هذا مكان زوج سطور ما تزيدوش عليهم، زوج سطور ونص ماكسيموم. هذه هي هذا مكان، هذا واش نقدر نقول لكم، نقدر نمد لكم كوم ادفايسز كنصائح، هذا واش نقدر نقول لكم. مازال انا ما بديت نخدم فيه، راني نخدم سيغ كي دي بي والساينين، مازال ما بديت الساينين ها مبهو. هذا مكان نورمالمون، هذا واش تحقو ما تكذبوش خاوتي، هذا واش نقول لكم. ماشي اليوم دير له اب ديفلوبر، غدوه دير له براند. او ماي جاد، عباك شغل البنادم اكو تقولوا لهذاك البنادم ما تقبلنيش سي سا، ما تاكسبتينيش، ما تابروفيليش الريكوست ديالي.
دوكا هو كيجي يشوف معليش نحن نعاودو ندير روحي انا تاع ميرش باي امازون واني حنقبلكم organization name نقولو زعما مالي تاك باسكو كنت نخدم بون فتحت اون شان يوتيوب وخدمت تاع لا تكنولوجي دي فيديو اون انجلي ماشي اون فرونسي ماشي اون عرب سميتها مالي تاك مالي بالايغراك دونك مالي تاك هنايا اندستري تايب ندير سمول بيزنس صح سمول بيزنس سمول بيزنس ويب سايت نحط الفيسبوك ديالي نروح نجيبو كوبيي لو ليان ولا نكوبيي لو ليان ديال لا باج اذا كانت لا باج صح طالعه وصح فيها ترافيك نحطها هنايا وفيها خدمه نحط هنايا لا باج ديالي اديشنال انفورميشن راح نجيب التكست ديالي هذا اللي ما فيهش بزاف نحطه هنا وندير سند ريكويست ونكليكي سند ريكويست نستنى لحقني ميساج قبلوني اللهم بارك ما قبلونيش نقدر نزيد نعاود نستنى ان بيريود ونعاود ندخل ندير الابليكيشن نحط الايميل ديالي ونعاود ندير لي ميم زيتاب هنا التكست نخليه تقريب نفسه ما نبدلوش المهم هنايا الاسم نفسه سمول بيزنس نفسه هنا اذا كنتو خدمتو البورتفوليو ديالكم وسقمتوه ودرتو حاجه شابه عاودوا حطوا بدلوا الويب سايت ديالكم هنا تقدروا تبدلوا عادي هنايا تان هنا ماشي حاجه كبيره ما تبدلوش حاجه كبيره تنقصوا تو لاينز يكفيكم هكا ان شاء الله نكون فتكم نتلاقوا على خير سي يو وان شاء الله فيها خير لي اكسبتوه مور ما شاف هاد لا فيديو يبعث لنا ويبارطاجي لا فيديو مع لي زامي ديالو هكا ان شاء الله يقبلوكم هكا تحقق الحلم ديالكم ان شاء الله ايا ثانك يو جايز